بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم اعزائي الطلبه والطالبات. ان شاء الله النهارده هنتكلم على الكومباريتيف او اناتومي اوف ذا اوفري او الترشيح المقارن للمبيض. بس قبل ما نبدا نعرف ان الحيوانات الاليفه او الدوميستيك انيمالز بتنقسم ل يا اما يونيبيروس انيمال يا اما مالتي بيروس انيمال. يونيبيروس انيمال معناها انها بتدي وان اوف سبرينج بير بيرس، بتدي حيوان واحد في الولاده زي الرومانس والاكواين. التوينز في الرومانس بيبقى موجود انها تجيب توأم في الولاده، انما المتعارف عليه دائما هي بتجيب وان اوف سبرينج بير بيرس، بتجيب مولود واحد في كل ولاده هي والاكواين. المالتي بيروس انيمال دي معناها بتجيب سيفرال اوف سبرينجز بير بيرس، بتولد عديد من المواليد في الولادة الواحدة زي الكناين والسواين زي ما حضرتك شايف كده، بتجيب اكتر من مولود في الولادة الواحدة، فدي بيسموها مالتي بيروس انيمال. يبقى اما الحيوان هيبقى يوني بيروس يا اما مالتي بيروس. في سن بيختلف في البيوبيريتي عن الماتوريتي. كلمة بيوبيريتي معناها وصل مرحلة البلوغ، وليس كل بالغ ناضج. الاعمار بتاعة البيوبيريتي في على سبيل المثال في الكاو بتوصل 9 مانس، في الماتوريتي بيوصل في الكاو ل 18 مانس، يعني وصلت لمرحلة النضج انها قادرة انها يحصل لها بريجنانسي وتجيب اوف سبرينج، يعني تجيب ايه مولود جديد انها نعمل لها تلقيح في العمر حوالي 1.5 سنة. في البافالو البيوبريتي 2 يير، في السن الماتوريتي بتاعتها حوالي 3 سنين. بيختلف بقى من حيوان لحيوان زي ما حضرتك شايف قدامك كده. الشي كامل الماتوريتي بتاعتها بتوصل من 4 ل5 سنين، نبدأ نعمل لها ميتنج وتجيب اوف سبرينج، بقى يبقى عندها بويضات قادرة على الاخصاب والحمل والولادة. بعد كده الاسترا سايكل دي عبارة عن الريزميك تشينجز ذات اوكير ان ذا فيميل ريبرودكتيف سيستم ستارتنج فروم وان استرس فيز تو انذر فيز. دي التغيرات اللي بتحصل في الفيميل جينيتال اورجانز او في الاعضاء التناسلية في الانثى، سواء تغيرات تركيبية او تغيرات فسيولوجية وتغيرات سلوكية كمان، بتبدأ من one estrus phase ل another estrus phase او another estrus cycle. يبقى كلمة estrus cycle او دورة الشبكة هي التغيرات اللي بتحصل في الجهاز التناسلي الانثوي في الانثى ما بين cycle ل cycle. دي تغيرات بيسموها الاسترس cycle. الاسترس سايكل بتنقسم لفلوكولار فيس وليوتيال فيس. الفلوكولار فيس لها جزئين، جزء اسمه برو استرس وجزء اسمه الاسترس. واليوتيال فيس بتدخل في المرحله الثالثه اللي هي الميتا استرس والداي استرس. فدول 4 مراحل للاسترس سايكل او التغيرات اللي بتحصل في الدوره الشهريه او خلال الشهر بتاع الانثى. التغيرات اللي بتحصل للفيميل جينيتال اورجانز بيسموها الاسترس سايكل. البروفيز دي بتستمر من 3 ل4 ايام، الاسترس من 12 ل18 اور، والاسترس بيريود دي هي الفترة اللي بتبقى البويضة قابلة للاخصاب بالحيوانات المنوية. يعني الميت استرس بتنتهي من 3 ل4 دي، الضي استرس حوالي 10 ل14 يوم. الدورة دي حضرتك هتاخدها تفصيلا بالهرمونال تشينجز في الفسيولوجي ان شاء الله. بيعقب الداي استرس فترة بيسموها انسترام، فترة ما بيحصلش فيها دورة خالص، فبعض الحيوانات بتبقى ممكن طويلة، بعض الحيوانات بتبقى دورات منتظمة زي ما هنشوف اهو. نو اوتورد فيزيكال اور بيهيفيرال ساينس اوف سيكشواليتي، ما فيش تغيرات جنسية بتحصل في هذه الفترة. الفترة دي بيسموها انسترس، ودي اللي بتتبع فترة الداي استرس يسموها انسترام او انسترس بيريود. اللي بيتحكم في قصة الاكتيفيتي بتاع الفيميل جينيتال اورجانز هو الهايبوثالامس او تحت المهاد، يفرز الجونادوتروفين هرمون، الهرمونات المحررة للهرمونات الانثوية تروح للبيتوتري جلاند الغدة النخامية، تبدأ تفرز ال LH وال FSH. ال FSH يشتغل على الفوليكلز ويحصل لها نمو لحد ما يحصل لها اوفيوليشن، وال LH يشتغل على الكوربس ليوتيام. المرحلة دي يسموها الفولوكولار فيس والمرحلة دي يسموها الليوتيال فيس. الفوليكل بتفرز الاستروجين والكوربس ليوتيام يفرز البروجسترون. ده دياجراماتيك ريبريزنتيشن للهرمونال كنترول بتاع الاكتيفيتي بتاعه الايه الاوفال.
او زي ما حضرتك شايف بتبدا بدايه الانيشيشن بتاع السيكشوال هرمون او الفيميل سيكس هرمون، بيبدا من الهايبوثالاموس يبدا يروح للبيتوتر جلاند، تفرز الاف اس اتش والال اتش، يهاجر للاوفري، تسافر هذه الهرمونات تروح للاوفري، الاوفري يبدا يفرز الاستروجين والبروجسترون، وتبدا تمشي الدوره بتاعه الايه الدوره الشهريه بقى من البرو استرس لحد نهايه الداي استرس بالشكل ده كده. ادي البيتوتري جلاند زي ما قلنا بتبعت الهرمونات بتاعتها ال ال اتش وال اف اس اتش اللي هم بيشتغلوا على الاوفري، يشتغلوا على الفوليكل ويشتغلوا على الكوربس لوتيم في الايه في الاوفري على البويضات وعلى الجسم الاصفر. بعد كده دي الفترات بتاعت الاستر سايكل في الديفرنت انيمال، في الكاو بتستمر الدوره الشهريه 21 يوم، دي الجاستيشن بيريود، وعمليه الولاده هنا يسموها كافنج في الكاو، في البافلو يسموها كافنج، في الجود بيسموها كيدنج، في الشيب بيسموها لامبنج، وكل هذه المصطلحات حضرتك تعرفها في البيهيفير والمانجمنت في السلوكيات ان شاء الله. دي صورة بتوضح الجاستيشن بيريود في الديفرنت انيمال، على سبيل المثال في الرابط اهو اقرب مثال اهو 28 لـ35 يوم، في الدوج ممكن يوصل لحد 60 يوم، في الابقار بيبقى 9 شهور 9 شهور و10 ايام، في الحصان ممكن يوصل، في الخيول بيوصل، في الافراس بيوصل 11 شهر. ده الجاستيشن بيريود في الديفرنت انيمال او فترة الحمل في الديفرنت انيمال. الاسترس سايكل احنا بنعرف الكلام ده ليه؟ عشان نشوف ان سطح الاوفر يا جماعه بيتغير في الديفرنت ستيج الاسترس سايكل. فسطح الاوفر ممكن يكون سموث، ممكن يكون عليه فوليكلز جرافيان فوليكل، ممكن يكون عليه كوربس ليوتيم، فشكل الاوفر بيختلف تبع الريبرودكتيف ستيتس اوف ذا انيمال، يعني تبع الحاله او حاله النشاط اللي موجوده عند الحيوان والدورات الشهريه اللي دخل فيها هذا الحيوان. ادي شكل الاوفري، شوف حضرتك هنا عالي وان كوربس لوتيان بدات تكبر جرافيان فوليكل، هنا السطح بتاعه املس، فبيختلف شكل سطح الاوفري ده في الكاو. شكل الاوفري ممكن يكون سموث، ممكن يكون عليه جرافيان فوليكل، ممكن يكون عليه كوربس لوتيان، بيختلف تبع الريبرودكتيف ستاتس اوف ذا انيمال. ده في الساو، الساو ممكن السطح في بدايه الحيوان خالص لسه ما دخلش في اي نمو، وقبل ما يوصل لبوبرتي تلاقي سطحه املس، بعد كده يتحول للشكل النيديولار او توبيركولار بالشكل ده، عليه فوليكلز كتير وعليه كوربس ليوتياي كتير او كوربورال ليوتياي اجسام صفراء كتير، وكمان كوربس البيكانز نتيجه انه دخل في ولادات عديده. ده في المير، المير زي ما هنشوف بقى تباعا ان هو بيتميز بوجود ما يسمى بالاوفيوليشن فص. اسمع كلمه اوفيوليشن فص يبقى دي مير على طول، ده المكان الوحيد اللي بيحصل منه تبويض والمكان الوحيد اللي مستغط بجيرمينال ابيثيليوم، ده بيسموه في المير. التايبس اوف استرس سايكلز، يسموا الحيوانات لبولي استرس انيمالز، يعني حيوانات عندها التغير في جهاز التناسل الانثوي او الحاله بتاعه الريبرودكتيف اورجانز عندها مستمره، فبتدخل في دورات عديده ومستمره، بيسموها بولي استرس انيمال، زي الكاتل والسواين والرودنت والدوميستيك كاتس. دي يونيفورم اند ريجولار استرس سايكل ثروزير، طول السنه دوره يتبعها دوره، دوره يتبعها دوره، فدي بيسموها بولي استرس انيمال او حيوانات عديده الايه الشبق، اللي هي دوره الايه الشبق اللي هي الاسترس. في مونو استرس انيمال، المونو استرس زي البيتش والولف والفوكس والبير، وان استرس سايكل بير يير، الدوميستيك كاناين تيبيكالي 3 استرس سايكل ان 2 يير بيريود، دي حيوانات بيجي لها دورات واحده خلال السنه او ممكن دورتين، في البيتش في او الكناين في فصيله الكلبيات ممكن 3 دورات خلال سنتين، فهي ممكن تيجي لها دوره واحده في السنه او دورتين كل ايه او 3 دورات كل سنتين، دي بيسموها مونو استرس انيمال، يعني حيوانات وحيده دوره الايه الشبق. في سيزونالي بولي استرس، يعني حيوانات يجي لها دوره شبق او دورات تغيرات في الجهاز التناسلي عديده بس في سيزون معين او في موسم معين، زي الشيب والجوت والمير والدير والوايلد كات، او كلاستر اوف استرس سايكل اونلي ديورينج سيرتين سيزون اوف ذا يير، يا اما شورت داي بريدز زي الشيب والجوت والدير،
او لونج دي بريز زي المير والوايلد كات. يعني الحيوانات دي يجي لها بتبقى سيزونال في موسم معين، يجي لها دورات عديده في هذا الموسم، بقيه السنه ما فيش ايه اي دورات. في الوقت ده الاخصاب بيبقى في هذا الموسم، او عمليه التزاوج بتبقى في هذا الموسم. في عندنا ما يسمى بالانديوسد اوفيوليشن. قلنا الاوفيوليشن ما بيحصلش لما يحصل ميتنج او سيكشوال انتركورس. ذا بروسيس اوف ميتنج انيشيت ذا بروسيس اوف اوفيوليشن. زي ايه؟ زي الكات والرابت والشي كامل ما يحصلش اوفيوليشن الا لما يحصل ايه جماع. فعندنا الحيوانات قسموها يا اما بوليسترس يا اما مونوسترس يا اما سيزونال بوليسترس. يبقى البوليسترس طول السنه بيجي بتدخل في دوره تتبع دوره تتبع دوره، يا اما هذه الدورات متتابعه بس في موسم معين اللي هو البريدنج سيزون بتاعها، يا اما مونوسترس ده حيوانات بيجي لها دوره واحده خلال الايه السنه. فيما يسمى بالانديوسد اوفيوليشن يعني ما يحصلش اوفيوليشن او تبويض، ان البويضه الجرافيان فوليك اللي يحصل لها رابشر و اوفيوليشن الا لما يحصل عمليه الميتنج او سيكشوال انتركورس. زي ما قلنا في حضرتك تفتكر في الكات كان البينز عليه بنايل سباين عشان بيعمل انيشيشن لعمليه الايه الاوفيوليشن. الحيوانات دي بنسميها انديوسد اوفيوليشن. دلوقتي هنتكلم على الكومباريتيف اناتوم اوف اوفري او الترشيح المقارن للأوفري. شوف مجموعة من النقاط نقدر نقارن من خلالها الأوفري أو نتعرف على الأوفري بتاع الديفرنت دوميستيك أنيمالز. الشيب بتاع الأوفري في البيتش بيبقى أوفل بالشكل ده كده، أو ده أوفل في الشيب ده كله في البيتش، أو أوفل في الشيب. في الساو بيبقى سايلندريكال وممكن يبقى تيوبيركولر او نيديولار بالشكل ده، الشكل العام بتاعه بيبقى سايلندريكال اسطواني الشكل كده اهو. ده في الساو. في الكاو بيبقى اوفال في الشيب، ممكن تلاقي السطح بتاعه عليه فوليك الجرافيان فوليك، ممكن تلاقي عليه كوربس ليوتيوم جسم اصفر بالشكل ده اوفال في الشيب اهو اوفال، ممكن يبقى سموسي، ممكن يبقى السطح بتاعه عليه كوربس لوتياي. ده الشيب بتاعه اوفال في الشيب ده في الكاو بالشكل ده كده، ده اوفال في الشيب ده كله في الكاو. في اليو اللي هي انثى الخراف او النعجة بيبقى الموند في الشيب لوز الشكل كده، الموند في الشيب بالشكل ده كده زي ما حضرتك شايف الموند شيب. ده في اليو اهو صورة تانية معنا اهي الموند شيب في اليو. في المير بقى بياخد شكل البين شيب او الكيدني شيب، شكله مميز قوي. ليه؟ لان في الانخفاض ده بيسموه الاوفيوليشن فصة، ده شكل الاوفري في الايه في المير بالشكل ده كده اهو، بياخد شكل الكيدني شيب او بين شيب، وبيتميز بوجود ما يسمى بالاوفيوليشن فصة. دي عبارة عن فصة المكان اللي بيحصل منه التبويض اهو، نفس شكل بين شيب او كيدني شيب ده كله في المير اهو في المير. دي الاوفيوليشن فصة حفرة التبويض الابادة. في الشي كامل بياخد شكل الراوند شيب او الديسكويد، يعني شوف حضرتك هنا واضح او الشكل الراوند او الايه الديسكويد. هنا عليه بقى جرافيان فوليكل وعليه كوربس ليوتياي فوليكل في ديفرنت ستيج اوف ذا جروس. قلت لحضرتك ممكن يتحول من الشكل لشكل نتيجه ايه، نتيجه اللي تشينجز في الريبرودكتيف ستيتس بتاع الايه الانيمال. ففي الشي كامل بياخد شكل ايه الراوند شيب او الديسكويد في الشي. السيرفيس بتاعه في البيتش بيبقى نيدولار او لانها حيوان ايه مالتي بيرس، احتاجنا كلمة مالتي بيرس. هو بيجيب عديد من الاوف سبرينجز في الولادة الواحدة او عديد من المواليد في كل ولادة، فبيبقى شكل الاوفر نيدولار. في الساو بيبقى نيدولار. في الكاو بقى واليو بيبقى سموس، بس ممكن تلاقي عليه جرافيان فوليك الكوربس لوتيوم زي ما شفنا. في المير بيبقى برضو سطح سموس، سطح شكل السطح بتاعه سموس ما عدا وجود حفره بيسموها الايه الاوفيوليشن ايه فصه اللي احنا شفناها. في الشي كامل بيبقى فلاتن دولوبيوليتد تبع برضو الريبرودكتيف ستيتس بتاعه الايه الحيوان. فده السيرفيس بتاع السطح بتاع الاوفري عامل ازاي، يا اما يبقى نيديولار يا اما يبقى سموس، ولو هو سموس ممكن يبقى عليه جرافيان فوليكل
او كوربس لوتيان في المير لها خاصية وجود الاوفيوليشن، ايه فصة او حفرة الابادة دي. السايز بتاعه بيختلف السايز من حيوان لحيوان، على سبيل المثال في الساو 5 سنتيمتر، في اللينس، في الكاو 3 في 2 سنتيمتر، في اليو 1.5، في المير من 6 في 3، في الشي كامل من 3 في 2 سنتي، يعني الطول في العرض بتاعه. ده الدايمنشن. الويت بتاعه بيختلف من حيوان لحيوان برضو. الملاحظ هنا ان الاوفري بتاع المير زي ما حضرتك شفته في الصورة، اللي بياخد شكل البين شيب او الكيدني شيب، حجمه كبير جدا، بيوصل للارج هينز اكز، يعني زي بيضة الدجاجة كده، من 40 ل 80 جرام. اكبر اوفري موجود ما بين الدوماستيك انيمال اللي بندرسهم هو بتاع الايه، المير. البوزيشن في بتاعت الاوفري في البيتش بيبقى في الساب لامبر ريجون فنترال 2، من السيرد للفورس لامبر فيرتبرا، يعني تحت لامبر فيرتبري في الساب لامبر ريجون ده، فين زي جنب الكيدني، تمام. فهو موجود هنا في الساب لامبر ريجون اهو، ده الاوفري او الاثنين اوفري موجودين من الثالثه للرابعه لامبر فيرتبري. من الخارج نلاقيه midway between the last rib and the iliac crest، ده last rib اهو، وادي الاليال كريست، تلاقيه في نص المسافة ما بين اخر ضلع والاليال كريست، هنا في نص المسافة تقريبا، ده الاوفري في الايه، في البيتش او في انثى الكلب. في الساو بيبقى موجود عند البلفيك اللي ده في كودا البوزيشن هنا، بعد ما كان في الساب لامبر ريجون رجع للخلف شوية، بقى عند مدخل الحوض نير ذا لاترال بوردر اوف ذا انلت، بتلاقين جنب اللاترال بوردر بتاع الانلت اللي هو البلفيك انلت. الكاو عند البلفيك اللي برضه كرينيال تو ذا انلت اند ليتل بلو اتس ميدل. بتبص تلاقي حضرتك الاوفري عند ايه، عند مدخل الحوض، المنطقه دي منطقه الحوض، ودي اللامبر فيرتبري، ادي اللامبر فيرتبري، ادي منطقه البلفيس اهو، ادي الاوفري موجود فين، موجود عند البلفيك انلت، هنا عند البلفيك انلت اهو، زي ما حضرتك شايف ادي الاوفري موجود عند مدخل الحوض. في اليو موجود زيه زي الساو والكاو، وفي اليو زيهم موجود عند البلفيك انلت، ده في الايه، في اليو اهو، ادي لاترال وول اوف ذا انلت اون ذا ليفل اوف ذا فيفث لامبر فيرتبرا. في المير بقى موجود في الساب لامبر ريجون زي البيتش اهوت، ادي الاوفري في الساب لامبر ريجون او تحت الفقرات الايه، المنطقه القطنيه او في المنطقه تحت الايه، القطنيه. في الشي كامل موجود في الساب لامبر ريجون، بيبقى اوبوزيت من السكس للسيفنس لامبر فيرتبرا، وذ ديستانس اوف حوالي 54 سنتي فروم ذا فالفولار كليفت، من نهايه الفيميل جنتال تراكت، من عند الفالفا، من عند الفرج حوالي 54 سنتي توصل للايه، للاوفري. دي كانت البوزيشن بتاع الاوفري، بنلاقيه في البيتش ساب لامبر ريجون، في البيتش والمير والشي كامل موجودين في ساب لامبر ريجون، انما في الساو والكاو واليو موجودين عند البلفيك انلت. اوفري كانسلد ان ذا اوفريان بيرس، الاوفري موجود جوه الاوفريان بيرس، هل موجود كومبليتلي ولا بارشال، يعني موجود جوه الاوفريان بيرس بالكامل ولا جزئيا موجود، جزء منه موجود وجزء خارج البيرس، خارج الكيس اللي هو كان يحاط لاترالي بالميزوسالبنكس وميديالي بالميزوفاريام والبروبر ليجامنت. بنلاقي في كل الحيوانات بيبقى كومبليتلي، يعني مستغطي بالكامل داخل الاوفيريان بيرسا، زي ما حضرتك شايف كده اهو، الايدين ماسكه الاوفيريان بيرسا وهو الاوفري جواها بالكامل في كل الحيوانات كومبليتلي، ما عدا ايه، ما عدا المير. المير بتبقى بارشيالي، يعني جزء الاوفري موجود جوه البيرسا، هو الكيس اللي انا بشاور عليه ده جزئيا، انما في الحيوانات مستغطي بالبيرسا بالكامل. فالاوفري كانسلد ان ذا اوفريان بيرس بقى كومبليتلي ان اول انيمالز بارشالي في المير، اكسبت المير بيبقى ايه، بارشالي. الاوفيوليشن فصة قلنا دي خاصية او حاجة خاصة بايه، مش موجودة في كل الحالات ما عدا ايه، ما عدا المير. الانخفاض في سطح المير بيض هو بيسموه اوفيوليشن فصة، وقلنا المكان الوحيد اللي بيستغطى بجيرمنال ابسيليوم في كل الحيوانات، سطح الاوفري كله مستغطى بجيرمنال ابسيليوم ما عدا الحتة اللي ماسك فيها الميزوفيريان دي،
ده في كل الحيوانات، انما هنا في المير المنطقه دي الوحيده، حفره الاباضه دي الوحيده اللي بتستغطى بجرم الابسيليوم او طلائيه منبته، والمكان الوحيد اللي بيحصل فيه اوفيوليشن، دي بيسموها الاوفيوليشن فصه. يبقى مش موجوده في كل حيوانات ما عدا الايه، ما عدا المير. يبقى اسمع كلمه اوفيوليشن فصه يبقى معناها مير. السايت اوف اوفيوليشن، السايت اوف اوفيوليشن في كل الحيوانات يحصل من السيرفيس بتاع الاوفري، كل الاوفري ده يحصل منه اوفيوليشن ما عدا الحته دي. الحته دي اسمها ايه؟ الميزوفاريام بوردر، المكان اللي ماسك فيه الميزوفاريام، اللي ماسك فيه البريتون في الحته دي. انما ممكن يحصل تبويض في كل هذا السطح، السطح الكورتكس ممكن يحصل اوفيوليشن من اي حته، يعني البويضه دي تخرج من اي مكان ما عدا الميزوفاريام بوردر في كل الحيوانات، لانه مستغطي بايه؟ كل ده كفرد باي جيرمينال ابيثيليوم بطلائيه منبته. انما في المير بس ما يحصلش اباضه الا منين بقى؟ من الاوفيوليشن فصه. بص حضرتك سطح الاوفر، لان بقت المظله اكسترنالي والكورتكس انترنالي، انما هنا الكورتكس اكسترنالي والمظله انترنالي، هنا بقت المظله بره والكورتكس جوه، والمكان ده الوحيد اللي مستغطي بجيرمينال ابيثيليوم، انما السطح هنا كله مستغطي بجيرمينال ابيثيليوم، وده المكان الوحيد اللي يحصل منه ايه؟ اوفيوليشن. يبقى الاوفيوليشن بيحصل في المير اولي ات ذا اوفيوليشن فصه، انما في كل الحيوانات اول ذا سيرفيس اكسبت ذا ميزوفاريان بوردر، يحصل من كل السيرفيس ده ما عدا الحته دي، الحته دي اللي ماسك فيها الايه؟ ماسك فيها الميزوفاريان. الكورتكس بيبقى موجود اكسترنال في كل الحيوانات ما عدا الايه؟ المير. بيبقى موجود انترنال، ادي الكورتكس بره في كل الحيوانات ما عدا المير، بيبقى ايه؟ انترنالي. وهكذا برضو المظله بتبقى انترنالي في كل الحيوانات ما عدا ايه؟ ما عدا المير، بتبقى ايه؟ اكسترنالي. color of the corpus luteum في كل الحيوانات بيبقى اصفر، في الكاو بيميل للاورنج، في الساو بيبقى جري في الكالر ديو تو ابسنس اوف ذا ليوتين، صبغه اليوتين بتغيب في الساو انثى الخنزير، ولذلك بتلاقي لونه جري، ان في بيميل للحمره شويه في الكاو، في باقي الحيوانات كله بيبقى ياخد اللون الاصفر، واسمه كوربس ليوتيم او الجسم الايه؟ الاصفر. السسبنسوري ليجامنت او الرباط المعلق للمبيض ده مش موجود في كل الحيوانات، بيغيب في بعض الحيوانات ومتواجد في بعض الحيوانات، فعندنا موجود في البيتش وموجود في اليو والشي كامل. يبقى في البيتش واليو والشي كامل زي ما قلنا، ادي الاوفري وادي السسبنسوري ليجامنت، موجود في البيتش بس ينتهي فين في البيتش؟ ينتهي في الديافرام في الحجاب الحاجز، وفي اليو والشي كامل ينتهي في اللاستري. بيبقى هو موجود في الثلاث حيوانات دول ولكن بتختلف نهايته، في البيتش ينتهي في الدافرام، في اليو والشي كامل ينتهي في اللاست ريب في الضلع الاخير. الفيسلز والنيرفز بتاع الاوفري، الاوفري بيجيله الدم منين؟ من ما يسمى بالاوفريان ارتري. الاوفريان ارتري ايمرجنج فروم او طالع منين؟ طالع من الاورطة، من الابدومن الاورطة، ده اسمه الاوفريان ارت زي ما حضرتك شايف، رايح يودي الدم للاوفري. وبيجي كمان الاوفريان برانشز من اليوتراين ارتري، كمان اليوتراين ارتري زي ما حضرتك شايف كده يدي اوفريان برانشز، يدي برانشات تروح للايه؟ للاوفري. الفينوس درينج بيطلع الدم بقى، دخل الدم الشرياني للاوفري يطلع عن طريق ما يسمى بالاوفريان فين، الوريد المبيضي ده هوت، يبقى دخل الشريان للمبيض يسموه اوفريان ارتري، واللي خارج يسموه اوفريان فين، ده جاي له عن طريق الاورطه الاوفريان ارتري، وبرانشات جايه من اليوتراين ايه؟ ارتري، زي ما حضرتك شايف كده، ادي الاوفريان ارتري وبرانشات جايه منين كمان؟ من اليوتراين ارتري. الليمفاتيك بيجي من الميديال الياك واللمبر اورتيك ليمف نودز، النيرف سبلاي بيجي له من الاوفريان نيرف بلكسس. هسيب لحضرتك جدول دلوقتي تشوف المجمعين لحضرتك المقارنة في شكل جدول النقاط اللي اتكلمنا عليها.
أترككم في رعاية الله وأمنه، وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.